إن شاء الله. هبدأ مع حضرتك بالنادي الأهلي، والبداية بشكل عام بالنسبة لك، احنا بقالنا كتير ما التقيناش، فالبداية بشكل عام بالنسبة لك شايفها ازاي، سواء في دوري أبطال إفريقيا، سواء في الدوري العام، حتى خسارته في السوبر؟ أكيد طبعا ابتدينا بحزن بخسارة بطولة السوبر، اللي أنا شايفها من وجهة نظري كانت بطولة سهلة جدا، المنافس كنت شايف إن هو في المتناول، لكن ظروف المباراة حاجات كتيرة خلتنا نخسر المباراة، مش هقعد أقول بقى تحكيم، أرضية الملعب، حاجات كتيرة جدا، لكن أنا شايف من وجهة نظر المباراة كنت شايف إنها كانت سهلة جدا، لكن ساعات أوقات كتيرة جدا البطولات أنت بتبقى عامل حسابك عليها إن أنت تاخدها، أو ماتشات بتبقى تحس إن هي سهلة خلال المباراة، لكن فعلا المباراة يعني الوقت اتسرسب مننا شوية بشوية لغاية ما خسرنا المباراة، بس دي كانت يعني أقول مش أقول حاجة حالة جيدة، لا يعني ايه قرصة ودن في اول الموسم عشان اللعيبه تفوق، وده اللي بان بعد كده في مباراه المصري، ادينا مباراه على اعلى مستوى، مباراه افريقيا برضو، فشايف ان اللعيبه تركيزها عالي كمان بعد المباراه دي اللي احنا كنا مفروض ان انا شايف ان انا معلش يا كابتن برضو فضل. لانه في هذا الامر انا كنت بجد ان بعض من ضيوفي الحقيقه كابتن مجدي طلبع على ما اتذكر، كابتن ربيع ياسين، قالوا لي ان الاهلي عمل مباراه جيده جدا في هذه المباراه اللي هي اللي احنا خسرناها. تسيد طول المباراه، تهاجم طول المباراه، الكره في رجليك، نسبه الاستحواذ عندك، الكره الثابته كلها ليك، فاولات كتير جدا ليك، لكن التوفيق ما كانش معاك ساعتها يا كابتن اسلام، التوفيق كمان مع في حكم، يجي لك توفيق في حكم يحسب لك قرار، انا مش بقول بيجاملني، لا في قرار في شك شويه يكون القرار ليك او قرار عليك ممكن برضو يتحسب بيك، صحيح. لكن التوفيق ما جاش في اليوم ده، فاكيد طبعا هي الكوره كده، وبطولات كتيره النادي الاهلي بيقابلها بالشكل ده. أيوة. اتمنى ان شاء الله في البطولات اللي جايه، الموسم ده عندنا موسم كتير. طويل جدا، موسم صعب جدا على الكره المصريه كلها، اتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون على قد المستوى اللي هم معودين عليها. دخلنا هو اول مباراه في الدوري العام، خدنا بطوله افريقيا، داخلين على بطوله اول مره تعمل بطوله السوبر دي جديده علينا، طبعا انت عارف النادي الاهلي لما بيخش اي بطوله جديده جمهور النادي الاهلي عنده اشتياق ليها، ان اول بطوله لازم تكون باسم النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله، غير الدوري العام، غير كاس مصر، غير بطوله السوبر اللي احنا متعودين عليها، احنا جايين من دوري او جايين من موسم صعب كله نجاحات، صحيح، فلما تحافظ على النجاح ده بيبقى صعب قوي. اتمنى ان شاء الله نقدر نحافظ على نجاحات، ونقدر نحافظ على اكبر كم من البطولات. طيب البدايه كانت مع بطوله السوبر، ثم مباراه المصري في الدوري، ثم مباراه سان جورج في الدوري ابطال افريقيا، ايه رايك؟ والله احنا بص يعني لما نتكلم على السكواد بتاع النادي الاهلي السنه دي، كان عندنا مشكله بعد غياب حمدي فتحي، طبعا قدرنا على طول ما شاء الله يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن خطيب على طول جاب لنا صفقه انا شايفها من العيار الثقيل. امام عاشور من اللعيبه الكويسه جدا لمنتخب مصر، نادي الزمالك، نقول نادي ميتلاند لانه جايبينه من نادي ميتلاند، لاعب جيد جدا، لاعب من نوعيه انت عارف لعيب النادي الاهلي برضو ليه شكل معين. هو امام دخل في الفرقه بسرعه، لعيب جيد جدا، كنا محتاجين النوعيه دي في نص ملعب النادي الاهلي مع مروان مع ديانج مع قفشه. امام لعيب جيد، بصير جيد، عنده رؤيه، بيعرف يشوط، بيعرف يجيب جون، ومن المباراه الاخرى بيثبت ان الصفقه فعلا صفقه انا شايف على اعلى مستوى. الصفقه الثانيه ان انا شايفها برضو رائعه، رضا سليم، جناح على اعلى مستوى، احنا كان صحيح. عندنا جناحات طبعا، عندنا حسين الشحات، عندنا بيرسيتاو، عندنا طاهر محمد طاهر، عندنا احمد عبد القادر، بصراحه سكواد النادي الاهلي عندنا ما عندناش مشكله في اي لعيب. لو فكرنا في كل الفرقه كده، حتى كان عندنا بنتكلم على المهاجم بعد محمد شريف وتجربه الاحتراف اللي هو بيفكر فيها، على طول النادي الاهلي قدر يجيب مودست، اللي اتمنى له التوفيق، مودست محتاج وقت شويه. عندنا مشكله انا شايفها بقالها فتره، ودي ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي يشتغل عليها الفتره الجايه، اللي هي بديل علي معلول. انا دي هي دي اللي بتكلم فيها، كل ما اتكلم مع حد اقول لهم يا جماعه احنا ما عندناش مشكله في المهاجم. السنه اللي فاتت دخلنا بطولات كتيره جدا في ظل وجود كهربا، في ظل وجود محمد شريف، ما كانش في مشكله خالص، النادي الاهلي دخل كل البطولات، خد كل البطولات، لكن انا شايف المشكله الفترات الجايه بالنسبه بديل علي معلول. علي معلول حل لك مشكله الباك شمال اللي بقاله 7-8 سنين على اعلى مستوى، العمر بيكبر شويه، محتاج بقى حد يشيل عنه شويه. من اللعيبه اللي ما بتتغيرش دلوقتي علي معلول. مستر كولر بيعتمد على 4 لعيبه بيعمل روتيشن مع بعض في بعض المراكز،
لكن في اربع لعيبه لو انت فكرت معايا كده كابتن اسلام هتلاقيهم ما بيتغيروش، منهم معلول، محمد عبد المنعم، كان مروان حمدي، مروان عطيه، وبيرسي تاو. الاربعه دول في معظم الماتشات تلاقيهم موجودين. يبدا بقى روتيشن، مره تلاقي محمد شريف، تلاقي كهربا، تلاقي حسين الشحات، تلاقي احمد عبد القادر، فتلاقي في دلوقتي في بيحصل تغيير. عايزين بقى ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله عايزين بديل لعلي معلول. عندك من ولاد قطاع الناشئين عندنا الدبيس، عندنا كوكا بيلعب في الحته دي، بس انا شايف ان محتاجين وقت شويه. وانت عارف النادي الاهلي اللي بيلعب على بطولات عايز اللعيب الجاهز. لما يكون فعلا مش موجود علي معلول لازم يكون حد مستوى قريب منه. اتمنى ان شاء الله نقدر نجيب حد في المكان ده على قد المستوى بتاع علي معلول باذن الله.